ثلاثة أشهر مرت على تأخر تقاعد 3000 متقاعد من وزارة التربية، والسبب يتراوح بين أقوال متفاوتة ما بين بغداد واللجان الطبية والوزارة التي تتأخر في إتمام معاملات منذ 7 أشهر. لا يمكن أن تتأخر معاملة متقاعد في تربية الأنبار يوم بيوم. يعني قبل ما أنت جالس شفت هالملفات كلها مع المتقاعدين، لن أخرج إلى بيتي لأن أنهي كل ملفات المتقاعدين، وبعدها يذهب إلى الموارد البشرية واستلام الباسبورت والذهاب إلى دارة التقاعد. اللجان هذه مو عندنا، هذا شغل الشهداء والجرحى المصابين. احنا هنا مثل ما تعرف اكو حالات اللي يحالون اسباب صحيه فقط، وهذه متعد نسبه بسيطه جدا يعني من عدد المتقاعدين يحالون الى التقاعد، اللي نرسلهم الى اللجان الطبيه، ودائما يكون ارسالهم لصحه الصدور لان دائرتهم هي اللي تخاطب وهي تحيلهم على ضوء التقرير الطبي، ونسب ما تذكر نسبه العجز يعني بالاحاله، مجرد انه يحال الى التقاعد. المواليد الثلاثه اللي انحالت فضل الله عز وجل انهيناها تقريبا هسه حاليا كليتها، ما ظل عندنا شيء من عندها. لم تستكمل معاملات التقاعد عددا من الموظفين المدنيين والشرطه يصل الى 400 معامله بحسب صندوق التقاعد الذي انجز 7000 اخرى. بالفتره الاخيره قانون 26 المعدل لسنه 2019 حال 3 مواليد دفعه واحده الى التقاعد، فولد عندنا لود على قلة الكادر اللي عندنا، لود عمل، ولكن الفضل الله سبحانه وتعالى احنا خلال هذه الفترة، فترة جائحة كورونا، استطعنا انجاز 90% من المعاملات المحالة الى التقاعد. اما بخصوص المعاملات المتأخرة هي على الاغلب من دائرة تربية الانبار، كون اغلب الاضابير التي تحال الى التقاعد هي تأتي نواقص. الناس جبت لهم الدفتر، سويت الاستمارة كملتها، رفعوها لبغداد، جت من بغداد بفترة قريبة جدا، يعني هذا التأثير مهنا منك، يعني جت بالسابع جت نهاية السابع، فهسه جت على أساس راح استلم الهوية اليوم. المدة كلها من 1/1 إلى اليوم 18/8. ويناشد المتقاعدون مدنيين أو عسكريين الحصول على الحقوق المالية المقررة قانونا، تبدأ إجراءات المعاملة التقاعدية أشهر عدة لاستيفائها دون دخل للأسرة طيلة هذه المدة، ومرورا بمكافأة نهاية الخدمة ومبلغ الراتب التقاعدي وطرق احتسابه وآلية صرفه وتأخير تحويله. من الأنبار، حمد القيسي، زاكروس تي في.